بصوا بقى، النهارده الجمعة فأنا مكسلة أغير هدومي، مكسلة أحط المكتب اللي أنا بصور عليه. فالنهارده قاعدين على الأرض، كل حاجة على الأرض، الميك اب على الأرض والمايك على الأرض والكاميرا على الأرض، الكاميرا على ترايبود بس على تحت يعني شوية، وهنحط ميك اب، هعمل نو ميك اب لوك سريع، وفي نفس الوقت هنتكلم على الدراما بتاعت ميكيلا والمسكرة اللي حصلت على تيك توك. مش هتصدقوا يا جماعة ان بعد السنين دي كلها اشتريت باليت اللي هي بيتخلط عليها الميك اب دي من براند اسمها واو، جبتها من فيسز، واللي فهمته ان براند واو دي هي براند بتاعت فيسز، يعني فيسز نفسها هم اللي عاملينها. مش فاكرة تمنها كام بالظبط، بس ب200 وحاجة اظن، 200 حاجة و30. الباليت كده يعني حجمها حلو، يعني تقريبا قد وشي، وفيها حتة الصباع اللي هي تمسكوا منها كده، وكمان معاها اللي هي الـ 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 الـ
جت مع بعض، ناحية بتبقى اللي هي بسن كده تقريبا عشان تسكريب مثلا حاجة باودر بقى او اي حاجة من مكانها، وده الناحية اللي هي بتبقى فلات شوية علشان التقليب، ومعها الجراب بتاعها والشنطة تحط جواها دول. فمش متخيلة يا جماعة ان بعد السنين دي كلها بدل ما استخدم ظهر ايدي هستخدم البالت. طيب للي مش عارف ايه القصة اصلا وما سمعش عن الموضوع ومش بيتابع الانترنت، ممكن احكي لكم باختصار، او حتى ممكن اوريكم التيك توك بتاعت ميكيلا. اولا ميكيلا هي تيك توكر مشهورة قوي قوي قوي، يعني عندها بتاع اظن قريب من 15 مليون فولور على التيك توك. وبعد كده الاسبوع اللي فات او اللي قبله من قريب يعني نزلت فيديو على تيك توك بيتكلم على ماسكارا جديده على لوريال. This literally just changed my life. This looks like false light. This is how? What? It's this L'Oreal telescopic lift. Look at the wand. Okay, so basically I'm taking the curved side and I'm going root to tip and I'm satin to coat the lashes. And then once you've done that, you flip the brush to the side and you use the hook comb to basically separate. This is one coat. Okay, I'm gonna add a second. Look at the length. Do you see that? I am speechless. And I'm not sure anyone's gonna ever be able to compete with this mascara. هي كانت بتتكلم على ماسكارا جديدة. أنا هعمل زوم إن عشان تحاولوا تشوفوا شوية. بتتكلم على ماسكارا جديدة بتاعت لوريال اللي هي الجديدة بتاعت التلسكوبك ماسكارا. فاللي حصل إن هي تقريبا allegedly عشان عشان ما حدش يقول إن إحنا بنتهم حد، حطت في الفيديو بتاعها فولس لاشز او يعني حطت رموش صناعيه وبتقول ان ده الايفكت بتاع الماسكارا. وهحط لكم سكرين شوتس بتبين الفولس لاشز بطريقه واضحه قوي، لان هي يعني هي حطاهم بطريقه انها تبقى مختفيه، يعني ما يبانش ان هي فولس لاشز. هي حاولت يعني ان هي تخبي الموضوع على قد ما تقدر، بس يعني انتوا عارفين الناس في الانترنت ما بترحمش يعني. يعني الباند باينه، وبعدين وهي بتعمل الماسكارا على الفيديو فباين كمية الرموش الطبيعية قد ايه. فلما حصل قط في الفيديو بعد كده بنرجع بنلاقي عدد الرموش زاد. سيبكم من الطول يعني، خلاص ماشي الطول ممكن الماسكارا بتزود طول اللاشز او الرموش، بس العدد بتاع اللاشز مفيش ماسكارا بتزود عدد اللاشز، وإلا الناس ما كانتش هتحتاج اصلا فولس لاشز ايفر يعني. وفي الفيديو بقى عمالة تقول قد ايه الماسكارا دي غيرت حياتها، وانتوا عارفين بقى طريقه التيك توكرز بقى اللي هي الافواره في كل حاجه، which خلاص ام فاين ويز يعني كل واحد وطريقته، مع ان هو ده الشائع في تيك توك ان هو يا جماعه ده احلى برونزر جربته في كده فور سام ريزن، هو ده اللي بيجو فايرل واللي الناس بتحبه الافواره من اي نوع. يعني خلاص هو ده اللي بيجو فايرل بغض النظر ان هو كلنا عارفين ان هو افواره كلها مش حقيقيه للدرجات دي يعني، والناس كلها بتعمل كده دلوقتي علشان تجو فايرل. فزي ما بقول لكم بقى الانترنت قام ما قعدش. تويتر لو يعني لو انتم متابعين قويين للبيوتي كوميونتي عامه فهتعرفوا ان تويتر ده يعني المكان اللي بيتفضح فيه الحاجات دي، واول واحده يعني مشهوره اتكلمت عن الموضوع ده بس كان اكشلي على الستوريز على الانستغرام انفلونسر اسمها كاثلين لايتس.
دي من الانفلونسرز او اليوتيوبرز كمان القدام في الكوميونتي، يعني ما هيش واحده جديده او من بتوع تيك توك، فهي الناس عارفاها وعارفه مصداقيتها ومش عارف ايه. اتكلمت على الستوريز في الموضوع، وبعد ما اتكلمت تقريبا ندمت، لان هي حست بانكزايتي. ميكيلا عندها فانز كتير قوي، والفانز اللي هم لو حد اتكلم عن ميكيلا غلط ممكن يكنسلوا الشخص اللي بيتكلموا عليه غلط ده. فهي يعني توترت قوي بعد ما اتكلمت، وهي ما كانش قصدها فضح للموضوع على قد ما هي بتلوم ميكيلا عشان الدعاية الفولس ادفرتايزنج يعني والكلام ده. التون بتاعها لوم او ديسابوينتمنت اكتر ما هي انها عايزة تكنسلها او كده. وتويتر بقى يعني الناس بدأت تشير بقى الموضوع، وعايزين اللي هم الانفلونسرز. خدوا بالكم لان رد فعل الناس بقى اللي مش انفلونسرز ايه يا جماعه انتم مقفورين ليه في الموضوع. فيعني ده اختصار اللي حصل كده. انا عندي بقى عندي 5 نقط عايزه اتكلم عليهم في الموضوع ده. انا عارفه ان انا ما عنديش ملايين ولا حتى الافات الفولورز، ويمكن مش متأزية زي الناس اللي عندها مئات الالاف والملايين من الفولورز مصريين او حتى اجانب، لان هو الموضوع انتشر في العالم كله. فعندي كام نقطه كده عايزه اتكلم فيهم واطلعهم للناس اللي تتفرج عليا او على اي حد انفلونسر وكده. اول حاجه طبعا 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 انا ضد الفولس ادفرتايزنج بجميع انواع، اي نوع من انواع الفولس ادفرتايزنج او الدعايه الكذابه او الخادعه انا ضدها تماما. حتى لو يعني لو البراند هتدفع لي 100 مليون دولار انا ضدها. وده يعني دي اصل دي مبادئ، فاهمين؟ فلو حد باع نفسه لمجرد شويه فلوس او مبلغ هياخده مهما كان سعره كام، انا ضده 100%. تاني نقطة ومن النقطة اللي مستفزاني ومعرفش ليه حصلت، هي ان اصلا الفيديو اللي ميكيلا نزلته ده كان sponsored by لوريال، يعني برعاية لوريال، يعني هم دفعين لها فلوس علشان تتكلم على المسكرة دي. وانا عارفة ان الكلام ده مش في مصر، ما عندناش القوانين بتاعت الـ FTC او اللي هي ان لو في اعلان على الفيديو او كده لازم تقول عليه. احنا يعني في مصر فيش، ما اظنش ان في قوانين اصلا ليها علاقة بالسوشيال ميديا عامة، بس برا القوانين دي موجودة وكمان strict جدا جدا strict يعني حازمة جدا جدا. فعاملين قوانين وحازمة جدا جدا ان لو في sponsorship او رعاية على الفيديو وفي براند هتدفع فلوس للانفلونسر ده عشان يتكلموا على برودكت معين، ان هم لازم يقولوا في الفيديو بوضوح، يا اما هاشتاج اد مثلا او يكتبوا او يقولوا وهم بيصوروا الفيديو ان ده اعلان او الفيديو ده برعاية كذا او براند الفلانية. فالقوانين دي عندهم حازمة جدا جدا جدا، فان هي ما تقولش ان هو اعلان او برعاية لوريال، ده طبعا بيضيع من مصداقيتها بطريقة بشعة. فكرة ان هي ما تقولش ان ده كان فيديو برعاية لوريال، هي كده خرقت القانون. وطبعا كلنا عارفين خرق القوانين، يعني محدش ما ظنش يعني حد في العالم بيشجع انك تخرق القوانين، لان عندهم الحاجات دي بيبقى يعني معرفش ايه العقوبات ممكن توصل لايه، في مسائلات قانونية على حاجة زي كده. تالت نقطة عايزة اتكلم عليها هي ان جماعة الناس اللي بتتفرج على البيوتي كوميونيتي وكده ما عادوش اغبية، يعني هم ما كانوش اغبية بس كان بيضحك عليهم زمان، especially لما حوار السوشيال ميديا والانفلونسرز ده بدأ زي يعني في 2016-17 وكده. ناس كتير كانت يعني بتقع في فخ الانفلونسرز الكذابين، طبعا مش بتكلم على الناس الصادقه او اللي بتقول ريفيوز او اللي بتقول ان في الفيديو ده برعايه كذا او الكلام. الناس الصادقه دي يعني ما فيش مشاكل منها، بس كان في كتير قوي انفلونسرز في 2016 2017 الفتره اللي هي البوم بتاع السوشيال ميديا ده، ناس كتير وقعت في فخ الانفلونسرز لأي سبب بقى، اللي هو ايه، حد يقول على برودكت كويس وهو كان عشان برضو سبونسر البراند كانت سبونسر فقال عليها كويس وهي ما كانتش كويسة، كلام من ده. الناس دلوقتي احنا في 2023، الناس خلاص تعلمت من الدروس السابقة. فلما تطلع ميكيلا تقول او تبين اللاشز ان هي عاملة كده والمسكرة، الناس فهمت مفيش مسكرة في الدنيا بتزود عدد الرموش، يعني مهما كانت المسكرة حلوة هي وحتى الفيديو اظهر ده ان خلاص الافكت بتاعها حلو، بس انها تعمل كات وبعدين تحط لاشز، طب ما باين ان في رموش، عدد الرموش نفسه زاد مش الطول، العدد بتاع الرموش زاد وشكله مش طبيعي. فالناس ما عادتش هبلة انها تصدق حاجة زي كده، عشان كده الناس
بدأت تكول هير اوت وتقول يا جماعة لأ دي حاطة لاشز. فعايزة اقول اللي هو انت بتتحكي على مين يعني؟ الناس خلاص فاهمة كل حاجة. الناس يعني زمان برضو الميك اب ما كانش متداول زي دلوقتي، دلوقتي كل يوم بآلافات المنتجات الجديدة بتنزل، يعني كل في براندز بتنزل لونش جديد او منتجات جديدة كل اسبوع. فانتوا متخيلين سرعة الانتاج وسرعة ان الناس بتشتري جديد؟ ففكرة ان انت تتحكي على الناس وتقول لهم ده تأثير المسكرة، ما حدش يعني انت بتكلمي ايه؟ الناس خلاص بقى عندها خبرة وعارفة ايه الفرق ما بين الفولس لاشز والمسكرة. الافكت بتاع حتى لو المسكرة الافكت بتاعها خرافي، مش هتعمل المنظر اللي انت بينتيه على الفيديو ده. رابع نقطة عايزة اتكلم عليها، وهي ان هي مصممة، او هي بصوا يعني هي في الفيديو ما قالتش طبعا حاجة، بس قالت ان ده الافكت بتاع المسكرة والكلام زي ما حكيت لكم. فالناس لما بدأت تكتب لها كومنتس على الفيديو بتاعها، هو انت بتسألها عادي مفيش اتهامات، هو انت حاطة فولس لاشز في اخر الفيديو؟ فعمالة بقى بجد كل ما حد يسأل لا ده تأثير المسكرة، لا ده تأثير المسكرة. انا حسيت الكومنتس دي كانت فرصة ان هي تقول اه انا حطيت فولس لاشز في اخر الفيديو، كان ممكن ان هي كل الدراما دي تتجنبها لو كانت قالت الحقيقة في الرد على الكومنتس دي. بس هي صممت على رأيها وقالت ان هو لا يا جماعة هي دي المسكرة، وطبعا الناس خلاص عرفت انها بتكذب، فاحنا كده بنبرر الكذب او بنخلي الكذب ده حاجة عادية. فتطلع انفلونسر برضو على تيك توك، انا معرفهاش يعني كنت اول مرة اشوفها، تطلع تتكلم مع الناس وتقول لهم يا جماعة هو انتم مكبرين الموضوع ليه؟ ما كل الناس بتكذب عادي، هو في ايه؟ ففكرة ان احنا بنستحل الكذب دلوقتي، ده ايه ده؟ يعني احنا وصلنا لايه؟ انتوا جماعة ناس عندكم ملايين الفولورز اللي بتصدقكم وبتروح تشتري منتجات بيزد على كلامكم، بنكذب عادي كده؟ يعني احنا بقينا نكذب عادي كده مجرد ان احنا هناخد كم الف دولار زيادة؟ هو في ايه؟ هو الكذب بقى حاجة عادية دلوقتي؟ انا بالنسبة لي كأنها بتقول يا جماعة روحوا اقتلوا عادي، روحوا اسرقوا عادي. ما هو الكذب حاجة ضخم، يعني الكذب ده مش حاجة، مش مجرد كذبة بيضة اللي هو مثلا حد يسألني مثلا وزنك كام فاقول لهم 50، يعني دي كذبة مش هتأذي حد. يعني الكذبة لما انا اقول وزني 50 كيلو، ما اذيتش الشخص قدامي بالكذبة دي، بس لما انا اقول يا جماعة المسكرة دي بتعمل الافكت ده والناس تروح تدفع فلوس علشان تشتريها، والفلوس دي ممكن تكون محوشاها وتعبانه فيها يعني اسابيع وشهور علشان تروح تشتري المنتج ده، واقول ان الكذب عادي في السيتويشن ده؟ لا يعني احنا ليه وصلنا لكده؟ انا مش عارفه، الموضوع بجد غريب. يعني ايه اقول يا جماعه ما احنا كلنا بنكذب؟ لا مش الكذب ده، اه احنا مش ملايكه وكل الناس عندها كذبات بيضة، ويعني الحاجات اللي انا زي الاكزامبل اللي انا بقوله، بس مش لدرجة ان انت بتأذي حد بالكذب بتاعك واقول ان ده عادي. لا في عصافير بيتخانقوا مع بعض على الشباك، مش عارفة هتشوفوهم ولا لا، هحاول اوريكم. بيتخانقوا بجد، طالعين نازلين وبيخبطوا في بعض، هما اتنين بس، هو مش عارفة هتشوفوه ولا لا، ده عشان النور الاضاءة فمش هتبان. نرجع لموضوعنا، انا نسيت اصلا كنت بقول ايه، فخليني ايه احط الماسكارا كده في السريع. خامس نقطة بقى عايزة اتكلم عليها وبجد بجد حرقالي دمي، هي ان ميكيلا نزلت بعد الفيديو بتاع الماسكارا والفولس لاشز ده، نزلت فيديوهين او ثلاثة وما اتكلمتش خالص ولا جابت سيرة الموضوع ولا كأن في حاجة حصل. وانا فاهمة ليه هي ممكن تعمل كده، يعني تبقى ان هي قصده ما تعتذرش ولا تتكلم في الموضوع ولا تأدرس اي حاجة، هي ان لما انفلونسرز قبل كده في الدراما اللي حصلت في 2018 و20 والكلام ده، لما الانفلونسرز ساعتها اعتذروا، هما كده كده مش هيردوا حد، يعني لو هما اعتذر او يعني لما هما اعتذروا برضو خسروا فانز كتير، لما في ناس ما اعتذرتش برضو خسروا فانز كتير. فانا فاهمة يعني ممكن يكون من وجهة نظرها انها لو اتكلمت عن الموضوع اعتذرت ما اعتذرتش كده كده هتخسر فولورز والناس هتفضل تتكلم عليها، بس اكسترا بقى انها لو ما اتكلمتش في الموضوع ممكن الناس تنسى، وغالبا هي معتمدة على ان الناس هتنسى، لان هي مش مشكلة كبيرة زي المشاكل اللي حصلت من انفلونسرز تانين في 2018 و 19 و 20 والكلام ده. فغالبا حد بقى نصحها ولا هي عشان عارفة انها لو تجاهلت الموضوع الناس هتنسى، يعني الناس
هيبقوا غضبانين فترة كده والموضوع هيعدي. ودي بجد حاجة بالنسبة لي مستفزة جدا. يعني انا مش انفلونسر يعني، بس سيبكم ان انا كونتنت كرييتر يعني، خلينا نسميها كده. وبطريقتها دي هي بتسوق سمعة الانفلونسرز، مش بس في امريكا، لا في العالم كله. لانه يعني خلاص هي بتبقى سمعة بتمسك في الناس، وهي اوريدي سمعة موجودة ان الانفلونسرز دول ناس بتوع فلوس بس، وهيبيعوا نفسهم عشان اي حاجة، وكل حاجة اعلانات، وما بنصدقش كلامهم. مع ان بجد الحقيقة والواقع ان الكذابين او اللي هم اللي بيبيعوا نفسهم عشان الفلوس دي، ولا مثلا 1% من البيوتي كوميونيتي في العالم كله، مش بس في امريكا ولا في مصر، بتكلم في العالم كله. الناس الصادقة عددهم اكبر، بس عشان الدراما او المواضيع اللي بتاخد حجم كبير على السوشيال ميديا هي بتاعت الناس الكذابة، بتاعت الناس اللي مش honest، زي مثلا جاكلين هيل ولا جيمس تشارلز ولا جيفري ستار والناس دي كلها. اللي متابع عارف انا مش هخش اتكلم في مواضيع بتاعت كل واحد، بس الناس الضخمة دي اللي بتعمل مشاكل ضخمة وبتاخد حيز كبير قوي على السوشيال ميديا، الدراما بتاعتها هم سمعتهم بتسمع على باقي البيوتي كوميونيتي او المجتمع بتاع البيوتي في العالم كله، مش بس في امريكا ولا في مكان حتى معين، لا في العالم كله السمعة بتعم على الكل. فاللي بيتأذى في الموضوع دي الناس اللي فعلا طول عمرها صادقة وطول عمرها ما عملتش حاجة غلط ولا وما عملتش مشاكل، دي فعلا الناس اللي بتتأذى من ناس زي ميكيلا اللي بيستغفلوا الجمهور بتاعهم بالطريقة دي، بالضحك عليهم بالفولس ادفرتايزنج، ان هما ما يعلنوش ان الفيديو ده برعاية لوريال، الكذب عليهم على تأثير المسكرة، مع ان المسكرة في الفيديو شكلها حلو من غير اللاشز. وكمان ما تطلعيش بعد الدراما والهوجة اللي حصلت دي وما تطلعيش تعتذري، لا وخلاص من موقف حتى لو صغير، هي فقدت مصداقيتها والناس هتبطل تصدقها وتعتمد على ريفيوهات بتاعتها خلاص بعد كده. وانا عارفة انه اللي هيحصل، وبقول لكم اللي هيحصل، ان الناس فعلا هتنسى والموضوع هيعدي وهترجع تعمل اللي هي عايزاه تاني، وهترجع تعمل فولس ادفرتايزمنت تاني، وهيحصل دراما تاني، وبرضو المواضيع هتعدي، لان هو ده هي اصلها سايكل، هي سايكل. وعندي بقى مشكله اخيره مع الموضوع ده، وهي ان موضوع ميكيلا بيخلي حد زي جيفري ستار بعد ما الناس دفنته، دفن بسبب الدراما بتاعته ان هو بني ادم قذر، بعد موضوع ميكيلا يطلع يظهر على السوشيال ميديا ويقول هير اوت، يعني يتهمها بقى ويقول عليها ازاي واحده زي دي تعمل كده، وتخلي شخص زي ده يظهر على القمه تاني، او يعني يظهر اصلا في الصوره، مش على القمه، يظهر اصلا في الصوره تاني. اعرفوا ان في مشكله بعد ما كان اختفى من كتر ما الناس كرهته وكرهت اللي بيعمله، ويقولوا له لا ارجع بقى احنا كنا بنصدقك، تبقى في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. وبرضو بتأثر على باقي الانفلونسرز، الناس اللي ماشية جنب الحيط، الناس اللي ما عندهاش مشاكل، اللي ما عندهاش دراما وطول عمرها صادقة، بيتأثروا ان واحد زي جيفري ستار يظهر تاني في الصورة. وغالبا ناس كتير هتقول يعني انه هبل وكلام انترنت ومش عارف، بس يا جماعة في ناس يعني في ناس عايشة على الدخل بتاعها، مصدرها الأساسي مثلا يوتيوب، أو يعني ناس هو ده شغلها. فأنا بالنسبة لي ده مش شغلي، فأنا يعني أنا مش متأثرة دايركتلي بالموضوع، لأن أنا مش بكسب حاجة من اليوتيوب. بس في ناس فعلا بتكسب من اليوتيوب، في ناس فاتحة بيوت من اليوتيوب. فلما غلطة زي كده تحصل وتأثر بقى على باقي الكوميونيتي، الناس اللي فعلا ملهاش في حاجة، ويتأثروا بالشكل ده ويطلع على الكوميونيتي كله سمعة بسبب بجد حاجة متخلفة، يعني مش عارفة اقول ايه. وعامة هي لو لوريال كانت عارفة فهم نجحوا، لان هو في الاخر زي ما بيقولوا ايه، bad publicity is still publicity، يعني الدعاية الوحشة هي still دعاية، يعني هي لسه دعاية، وفي الاخر حققوا اللي هم عايزينه، والمسكرة sold out، اتباعت في كل حتة خلاص، كل العدد اللي عملوه اتباع، فهم نجحوا. لو لوريال كانت عارفة فهم نجحوا، لو ميكيلا عارفة وقصدة هي برضو نجحت، لو الاتنين متفقين مع بعض او مش يعني او مش متفقين، فالنتيجة واحدة، ان لوريال هي اللي كسبت، ميكيلا خسرت سمعتها، عملنا دراما في البيوتي كوميونيتي بدون اي سبب وبدون اي داعي. يعني انا عارفة الكلام بقى عميق قوي، بس اللي هو هي ليه الناس مش بتتصرف تصرفات صح؟ معرفش، يمكن ساعات بحس نفسي بحاول ان انا اعمل صح في حياتي، بحاول ان انا ما اعملش حاجات غلط، وشايفة ان الناس اللي بتعمل صح، او يعني من وجهة نظري برضو، ان اللي ماشي في طريق سليم وبيعمل صحة وبيعمل خير وكل الكلام ده، كل ده هيعود عليه في الآخر،
وان اللي بيعمل حاجات وحشة او حاجات غلط برضو بتعود عليه في الاخر. بزعل قوي لما الاقي الناس بتعمل كده. في انتي عندك ملايين المتابعين، ملايين يا جماعة، انتم متخيلين؟ يعني انا الفيوز لو حد دخل على الشانل بتاعتي بجد هتلاقوا اكتر فيوز عندي. يعني في الفيديو مثلا بتاع الاي بي ال بتاع براون ده معدي مثلا اي ثينك 11000، ده اكتر فيديو عندي عامل فيوز عامل 11000. لكن النورمال او الفيديوهات العادية بتاعتي 50 فيو، 45 فيو، 70 فيو، 120 فيو لما يعني يضربوا السمر هاري زي ما بيقولوا. فانا مش متخيله لو انا كدبت على حد واحد من اللي بيتفرجوا، لو الفيديو عليه 1 فيو وانا كدبت في الفيديو ده انا يعني مش هنام بالليل. فانت تكدبي على ملايين، انتوا متخيلين الرقم؟ ملايين يا جماعه، في دول ما فيهاش ملايين. الموضوع بالنسبه لي لا 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 لا، مش عارفه هي بتنام ازاي بالليل. وكمان الموضوع عدى كده وبدات تعيش حياتها وتعمل فيديوهات دي. معلش يعني الموضوع عصبني شويه، بس انا حسيت ان انا عايزه اتكلم في الموضوع واخرج كده اللي جوايا. عملنا لوك على فكره، ده نو ميك اب لوك زي ما اعرفش خدتوا بالكم ولا لا. ما حطيتش اي فاونديشن، يا دوب شويه كونسيلر هنا وفي نص كده الوش وبرونزر وبلاش وشويه برونزر في العين وماسكارا، وسرحت حواجب بس ما رسمتهاش يعني بقلم، وليب جلوس بس. وده زي نو ميك اب لوك كده لذيذ وخفيف وسريع لو انا مش بري كتير. ده كل اللي عندي اللي عايزه اقوله. ما تنخدعوش يعني. اي هوب ان انتوا لو انتوا من الناس يعني اللي بتتابع انفلونسرز كتير، لو انتوا لسه في حد بتصدقوه بتؤمنوا بيه ويعني بتصدقوا الريفيوز بتاعته وشايفين ان هو شخص مش بتاع مشاكل او مش كذاب او كده، سبورت ذم او يعني روح اتفرجوا عليهم. وما يعني ما تحسوش ان الكوميونتي كلها كده. مش بقول اتفرجوا عليا يعني، لو انتوا مش بتصدقوني. في واحده لسه شتماني في كومنت على فيديو من فيديوهاتي، بس انا يعني اللي بيشتموني بجد بضحك عليهم يعني، مش بتاثر خالص بالكومنتس دي. لو انت مش عاجبك الفيديوهات بتاعتي متفرجيش بسهوله، بس بجد لو بتصدقيني وتشوفي الريفيوهات بتاعتي وتشوفيها صادقه وتحسيش ان انا بتاعت مشاكل او كدبه او كده، اتفرجي عليا. اتفرجي على الناس برضو يعني، اي حد انت بتحبيه وبتصدقيه اتفرجي عليه وسبورت ذم، بالذات في الوقت ده، بالذات لو هم بيعتمدوا على اليوتيوب او السوشيال ميديا عامه كمصدر رزق او دخل وما بيشتغلوش فول تايم او شغلانات يعني في شركات وكده. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما كانش رغي، انا حاسه ان رغيت كتير قوي، بس اتمنى يكون عجبكم. وبس thank you so much for watching and I'll see you in my next video. bye.